وأما العرب فقد استمروا في جاهليتهم حتى جاء الإسلام في عافية من السماح باختلاط النساء بالرجال، والمراد بالنساء الحرائر، فاستمروا على هذا حتى جاء الإسلام. ولما جاء الإسلام هذب العرب، فإذا كان يخشى الهلاك من اختلاط النساء بالأقارب غير المحارم، فكيف باختلاطهن بالرجال الأجانب؟ خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في الرابع عشر من شهر رجب لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. شريعة الإسلام سدت جميع الأبواب حفظا للأعراب وصيانة للأنساب وبقاء للأمن والاستقرار في داخل الأسر. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. هل بقيت غيرة؟ يحصل التجديد للغيرة والرجوع إلى الغيرة الدينية الشرعية والرجوع إلى السلامة والأمان. مفاسد اختلاط النساء بالرجال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد سبق في الوقت القريب أن سمعتم خطبة في بيان فرض الحجاب وكثرة منافعه وعظيم فضائله، وكذلك أيضا سمعتم شؤم التبرج والسفور وما فيه من العواقب. وفي هذا المقام أذكر تحريم اختلاط النساء بالرجال وما ورد في ذلك من الأدلة من القرآن والسنة والإجماع وعمل المسلمين، بل إن تحريم الاختلاط من الأمور التي عرفت في الشرائع وجاءت بها الشرائع والملل قبل ملة الإسلام وقبل بعثة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. إنه من المعلوم لدى أهل العلم أن الشرائع والملل قد دعت وأمرت وجاءت بالمحافظة على خمس ضروريات: الأولى المحافظة على الدين، والثانية المحافظة على النفس، والثالثة المحافظة على العقل، والرابعة المحافظة على المال، والخامسة المحافظة على الأعراض. ألا وإنه لا محافظة على الأعراض إلا بتجنيب اختلاط النساء بالرجال،
ومتى حصل اختلاط النساء بالرجال فذاك مما يفسد الأعراض ويفسد الأنساب ويجلب الشر والفساد في العباد والبلاد. وإما يدل على أن الشرائع التي قبل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام جاءت بتحريم اختلاط النساء بالرجال ما ذكره الله في كتابه الكريم في بنتي الرجل الصالح. أخبرنا الله عن بنتين صالحتين لرجل صالح متمسك بالشريعة التي كانت في عهده وفي عصره. قال الله في كتابه الكريم مخبرا عن هاتين البنتين: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هاتان البنتان الصالحتان امتنعتا من الاختلاط مع الرعاة في سقي المواشي، ثم اعتذرتا أنهما قامتا برعي الغنم، وقالتا أبونا شيخ كبير، أي لو كان أبوهما يقدر على رعي المواشي ما قمنا بذلك بل بقينا في البيوت. هذا مما بينه الله مما هو من الشرائع. فهذا الأدب وهذا التمسك وهذا الاجتناب للاختلاط في المورد فقط وهو وقت قصير يدل على تمسك بالدين والشرائع في ذلك الوقت ممن كانوا أهل دين وتقى. وهذه امرأة عمران المرأة الصالحة قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. ومعنى محررا أي مخلصا لك العبادة ومخلصا لك الدين والطاعة. وهي نذرت في أنها إذا ولدت هذا المولود يكون خادما لبيت المقدس تقربا إلى الله من أجل أن يكون هذا المولود قائما بخدمة بيت الله وقائما بعبادة الله. ففوجئت بأنها ولدت أنثى فقالت: رب إني وضعتها أنثى، يعني ليست كمثل الذكر، والأنثى لا يصلح أن تخدم بيت المقدس لأنها ستختلط بالرجال. فاعتذرت ولم تعلل لنفسها بأنها تفي بنذرها وتصير بنتها مريم خادمة لبيت المقدس باعتبار أنها قد نذرت، بل اعتذرت. وقال الله: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. هذه الطفلة والبنت المباركة اعتزلت أهلها ومجتمعها ولم تختلط وأقبلت على عبادة ربها عليها السلام. هذا كله عمل بالشرائع التي كانت موجودة في ابتعاد النساء عن الرجال غير المحارم وأن لا يختلطن بهم. وأما العرب فقد استمروا في جاهليتهم حتى جاء الإسلام في عافية من السماح باختلاط النساء بالرجال. والمراد بالنساء الحرائر، فكانت النساء الحرائر في عهد الجاهلية قبل الإسلام مع كفرهم وشركهم لا يمكن أن يختلطن بالرجال، لأن العرب كانوا أشهر الأمم وأقوى الأمم غيرة على الأعراب ودفاعا عن الأنساب، وهم في جاهليتهم فاستمروا على هذا حتى جاء الإسلام
فلما جاء الإسلام هذب العرب، فإنهم في جاهليتهم حصل منهم تجاوز رهيب في حق النساء في حق البنات، فكانوا يقومون بدفنهن أحياء خشية العار خشية العار. فجاء الإسلام وهذب النفوس ووضع الحدود وأقامها وجاء بالضوابط والتشريعات والأحكام، فصار المسلمون في تاريخهم في عافية وسلامة وأمن واستقرار وحفظ الأعراض والأنساب. ما جاءت به الشريعة الإسلامية من التشريعات في تحريم اختلاط النساء بالرجال أمر فيه الكمال، الكمال في الصيانة، وفيه التمام في الحفظ، وفيه الحفظ والرعاية للنساء للبنات بل الرجال وللنساء، والحمد لله. حتى بلغ الحرص، بلغت العناية الشرعية في تجنب الاختلاط، ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، أي إذا بلغوا 10 سنين بعد ذلك يضربون إذا فرطوا في الصلاة. قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. فدعا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام إلى التفريق بين أولاد الرجل الذكور والإناث، بحيث يكونون في وقت النوم، التفريق بينهم في وقت النوم، أن يكون الذكور على حدة والإناث على حدة. وهذا أمر لم يكن في شريعة من الشرائع التي سبقت، لأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي أوسع الشرائع وأكملهن، ولله الحمد والمنة. وكان الناس يعتادون أن تختلط النساء بالرجال باسم القرابة، باسم القرابة. كان الاختلاط، اختلاط النساء بالرجال ممنوعة إلا فيما تعلق بالقرابة. فجاء الإسلام وجاء هدي سيد الأنام عليه الصلاة والسلام بالبيان الشافي والإيضاح الكافي والتحذير والإنذار بالأخطار لمن لم يأخذ بما جاءت به الشريعة. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عقبة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، أي أحذركم أن تدخلوا على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ والحم هو أخو الزوج، الحم أخو الزوج. أفرأيت الحم؟ يعني إذا حصل اختلاط النساء بالأقارب، أقارب أزواجهن وهم إخوان أزواجهن، وهكذا أبناء الأعمام وأبناء العمات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات، أفرأيت الحم؟ أيجوز هذا الاختلاط؟ أتجوز الخلوة مع المرأة بهذا الاعتبار أن هؤلاء من الأقارب لكن ليسوا من المحارم، ليسوا من المحارم؟ قال سيد الأولين والآخرين: الحم الموت، الحم الموت، إجابة تحمل كل خطر وتنذر بكل شر، عياذا بالله، الحم الموت. ومعنى الموت الهلاك، الهلاك. فإذا كان يخشى الهلاك من اختلاط النساء بالأقارب غير المحارم
فكيف باختلاطهن بالرجال الأجانب الذين ليس عندهم إلا أن وجود المرأة بجانبه فرصة سانحة حاصلة تهيأت له عياذا بالله. هكذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء التبيين أيضا بما فيه زيادة إيضاح وكشف لما قد يتعلل به باعتبار العبادات والطاعات. فروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فجعل الرسول الصف الأول القريب من الرجال صف شر، مع أنهن لسن مختلطات بالرجال، لكن للقرب من الرجال فهذه دعوة على التباعد، أن تبقى النساء متباعدات عن الرجال ولو كانوا في العبادة، ولو كانوا بين يدي الله يؤدون الصلاة، يبقى التباعد، الانفصال، التميز، التفريق، ولا يسمح بالاختلاط. هكذا جاءت الشريعة، هكذا جاءت الشريعة وبينت أنه لا مجال ولا قبول للاختلاط، لاختلاط النساء بالرجال غير المحارم، لا مجال لهذا. في الشريعة سدت جميع الأبواب، شريعة الإسلام سدت جميع الأبواب حفظا للأعراض وصيانة للأنساب وبقاء للأمن والاستقرار في داخل الأسر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين التمييز بين الرجال والنساء، التمييز أي التفريق بين الرجال والنساء، هذا دين الله وهذا هدي رسول الله وهذا سير أهل الإسلام الذين عملوا بأحكام الشريعة ووقفوا عندها ولم يشرقوا ولم يغربوا. أخرج الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على قوم يردون موردا ويجتمعون عند الحوض رجال ونساء، رجال ونساء، فعمر رضي الله عنهم ضربهم بالدرة ثم دعا صاحب الحوض وقال: يا صاحب الحوض اجعل حياضا للرجال وحياضا للنساء. انظروا اهتمام ولاة الأمور الخلفاء الذين يتولون أمور المسلمين، الاهتمام التام بمباعدة النساء عن الرجال في الاختلاط. فالاختلاط ولو قيل إنها لحظات وكل واحد يرجع بلاده أو بيته وينصرف عن الآخر، قال: يا صاحب الحياض اجعل حياضا للنساء وحياضا للرجال. هذا هو الحفظ للأعراض، وهذا هو الرشد الذي يحمله كل صادق وكل مخلص لله وكل عفيف ونزيه وشريف، يحمل هذا ويتعامل بهذا مع المسلمين والمسلمات. أخرج الإمام أحمد وغيره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما نقل الخلافة إلى الكوفة أخبر أن هنالك نساء من نساء المسلمين يدخلن السوق يختلطن مع الرجال في السوق، فقال مخاطبا للرجال، قال لهم: أيها الناس، أما تغارون على نسائكم؟
يخالطنا العلوج في الأسواق، يخالطنا العلوج في الأسواق، أما تغارون على نسائكم؟ هكذا كانوا يغارون وكانوا ينصحون ويعظون ويمنعون ويزجرون، ما كانوا كمثل كثير من حكام عصرنا الذين فتحوا مجال الشر على أوسع أبوابه وظنوا أن هذا تقدم. إنه التقهقر والتدهور والانهيار عياذا بالله. وهذا الأمير أمير المدينة إبراهيم بن هشام المخزومي حج فرأى النساء يختلطن بالرجال في الطواف، رأى النساء يختلطن بالرجال في الطواف فمنعهن واستمر الأمر على المنع. معاشر المسلمين، إن أمر اختلاط نساء بالرجال لأمر منذر بكل شر وبكل بلاء. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من الاختلاط بالرجال أصل كل بلية وشر، ما هو شر فقط وله بلية فقط، بل أصل لكل بلية وشر. قال: لكثرة فواحش الزنا إذا حصل الاختلاط، قال لكثرة فواحش الزنا. قال: وهذا الاختلاط من أعظم أسباب العقوبات العامة. العقوبات من الله، والمراد بالعامة على الدول والشعوب. قال رحمه الله: واختلاط النساء بالرجال سبب للفساد العام في الرجال وفي النساء، في الراعي والرعية، في الدين والدنيا. هذه نتائج اختلاط النساء بالرجال غير المحارم. وهكذا أيضا قال العلماء: التبرج والسفور داعية الفجور. وقالوا: إذا اجتمع التبرج والسفور والاختلاط كان ثالثهما الزنا. هكذا قالوا. هؤلاء يتكلمون من فراغ أم يتكلمون عما يعلم وعما يحصل؟ المغالطة ما ستنفع أصحابها، دعاة إفساد النساء الذين يغالطون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة: اختلاط النساء بالرجال بمنزلة الحطب والنار. وقال في كتابه جمع المسائل، قال: إن اختلاط الرجال الأجانب بالنساء من أعظم المنكرات تأباه بعض البهائم فضلا عن بني آدم. يعني أن بني آدم أحرى بأن يكون عندهم إيباء لهذا الاختلاط. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. ما الذي جعل الاختلاط الآن عندنا؟ صار كأنه دين، طلب المال، الافتتان بالهلع والجزع والطمع بالدنيا. هكذا يريدون مال، ولو ذهبت الأعراض ولو فسد المجتمع. اختلاط مال، هات مال، بكم الوظيفة؟ انتبهوا عباد الله. قال بعض العلماء: إذا رأيت الاختلاط تذكر كم أولاد الزنا. إذا رأيت الاختلاط تذكر كم أولاد الزنا. وهكذا ذكر أبو بكر العامري رحمه الله، قال: أجمعت الأمة على امتناع امتزاج النساء بالرجال، ومن استحل ذلك فقد كفر، ومن اعتقد تحريمه ففعل فقد فسق. الآن السير في الفسق عياذا بالله. أستغفر الله
إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، استمر المسلمون في عافية من الاختلاط إلى القرن الرابع عشر، إلى القرن الرابع عشر. وفي القرن الرابع عشر بدأ الاختلاط عن طريق الأعداء الذين استولوا على أكثر الوطن العربي، فبدأ الأعداء بالاختلاط في المدارس، بالاختلاط في المدارس، في مدارسهم هم، فقلدهم من قلدهم من المسلمين، وصار الاختلاط في المدارس بين الشباب والشابات والأولاد والبنات، وهذا أول ما حصل في لبنان، ثم تفشى في مصر وفي تركيا وفي السودان وفي غير ذلك، وكانت اليمن، وهكذا أيضا بعض البلدان والدول. آخر من تقبل هذه الفتنة عياذا بالله، انظروا إلى عصور العافية، عصور عافية كما سمعتم، فجاءنا الاختلاط من قبل الأعداء. فحق الأعداء أننا نرد ما يأتون به مما خالف شرع الله ومما حرمته الشريعة، ولكن بعض المسلمين والمسلمات تاهوا، صاروا تائهين، كأنهم لا دين لهم حق ولا صلة لهم برب العالمين ولا إيمان بجنة ولا نار ولا بحساب ولا بعقاب. صارت القضية مسارعة ومسابقة إلى تقليد أعداء الإسلام. واسمعوا إلى شؤم هذا التقليد. ذكر أحد الكتاب أن رجلا شابا درس في فرنسا ورجع إلى بلدته، وقد تأثر بأحوالهم، بأحوال الكفار هناك، لا سيما في الاختلاط، ففتح بيته للاختلاط وقال ما بداعي للتزمت والتشدد، الموجود عند العلماء والموجود في الشريعة الإسلامية. فتح بيته للاختلاط بأهله وترك المجال لأهله، يذهبون متى يشاءون ويدخلون ويخرجون متى يشاءون. ذكر هذا الكاتب أنه في ذات ليلة جاء الجندي في وقت متأخر من الليل ودق على هذا الرجل بابه، فخرج فقال له ما المطلوب؟ قال له تعال إلى الشرطة وانظر، هنالك امرأة وجدناها متلبسة مع رجل على حالة منكرة. فجاء هذا الرجل فإذا بها امرأته مع صديقه، فلما رآهما صاح صيحة شديدة أزعجت الموجودين وأرعبتهم، قال ما كنت أظن أن امرأتي ستفعل هذا. ثم أغمي به على الأرض، ثم مات بعد ذلك كمدا. بعض الناس مخدوع مغرور، يظن أن المرأة هذه أنها لا تلين لها قناة، إنها شهوات مثل النار إذا هاجت، إن الشيطان ساع في الإفساد، ما اجتمع رجل وامرأة أو رجال بنساء إلا وكان الشيطان ساعيا في إفسادهم، داعيا إلى كل شر وبلاء. عياذا بالله. معاشر المسلمين، هل بقيت غيرة؟ يحصل التجديد للغيرة والرجوع إلى الغيرة الدينية الشرعية والرجوع إلى السلامة والأمان؟ فكم نساء طلقنا بسبب الاختلاط، وكم رجال وقعوا في محذورات وفي أمور منكرات عظيمة. ولهذا قال العلماء الرجل أعطي قوة الميل إلى النساء مع قوة الإقدام على ذلك، فجمع له بين قوتين، والمرأة أعطيت ميولا إلى الرجال مع ضعف ولين، فإذا اجتمعت القوى مع الضعف واللين. فلهذا بعض الناس يظلمون النساء عندما يحملونهن ما لا يطقن. الرسول يقول رفقا بالقوارير، وهم جعلوهن الشجاعات اللاتي لا تلين لهن قناة، وأن المرأة مهما اختلطت بالرجال ودخلت وذهبت وجاءت وتحدثت
لا يجري عليها شيء. هذه مغالطات مخادعات خدعهم الأعداء. الأعداء خدعوا هذا الصنف من المسلمين حتى استسلموا لهذه الفتن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم احفظ لنا ديننا وأعراضنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين واعتداء المعتدين. اللهم عليك بالمعتدين على بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالمعتدين على بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم خذهم من فوقهم ومن تحتهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. دار الحديث بمعدر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.shh-imam.com